دائما ما يثير أبو فل الجدل بنجاحته الكبيرة بمجال صناعة المحتوى، وخاصة بأعماله الخيرية والأرقام القياسية اللي بيحصدها. فتمكن أبو فل من جمع 10 مليون مشترك خلال أقل من 11 شهر فقط، فوصل لأكثر من 21 مليون مشترك على يوتيوب لحد الآن، وهذا الرقم عم يزداد بشكل كتير رهيب بالآونة الأخيرة. فقبل أسبوع فقط تخطى حاجز 20 مليون مشترك، وشارك العمل الخيري واللي كان تلبية حاجيات عدد هائل من العائلات اللاجئة خلال فصل الشتاء بمبلغ مليون دولار، فتصدر عناوين الأخبار والمجلات والصحف بجمعه لهذا الرقم بظرف زمني جد قصير. أما هالمرة فصنفت قناة أبو فلة كأسرع قناة من حيث الزيادة في عدد المشتركين عالميا، فتصدر المرتبة الثانية بالقائمة بعد اليوتيوبر العالمي مستر بيست، واللي تعد قناته من بين أقوى القنوات عالميا. وفاجأ أبو فلة متابعينه بمسابقة جديدة، وهالمرة حيوزع فيها 20 سيارة بمناسبة 20 مليون مشترك. فنشر هذا الفيديو على حسابه على انستغرام، واللي حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة وأكثر من 3 مليون تعليق، فعدد المشاركين بهالمسابقة كان جدا هائل. والسحب حيكون بعد أسبوعين فقط. ما شاء الله يا جماعة، ممكننا نعطي كرة ستور 10 دولار، صرنا نعطي 20 سيارة.